بداية 2020 سيركب سكان الجلفة القطار السريع الذي سيمر على هذه الولاية وصولا إلى مدينة بوغازول وحتى ولاية الهضاب العليا. 2020 إن شاء الله، بس عندك شطر إضافي تاع ورشة السيناليزاسيون، ورشة التكهرب الخط. دونك هذا ثاني مشروع إضافية ستنجز بعد المرافق الأساسية. وصلت نسبة أشغال مشروع السكة الحديدية في خطها الرابط بين بوغازول والجلفة إلى 57%، فهذا المشروع يحتوي على 3 محطات في تقاطع ومحطتين للبضائع والمسافرين. كون بأحدث تجهيزات الإشارة جي اس ام ار وجي اس ام ار ابليكي وراي، أحدث تجهيزات الإشارة والتليكومنيكاسيون، يحتوي على محطتين بضائع مزدوجة بضائع مسافرين وثلاث محطات تقاطع. 53 منشأة فنية وثلاث أنفاق. ويساهم هذا المشروع الحيوي بدفع عجلة التنمية في ولاية الجلفة والولايات المجاورة ويخفف من معاناة المواطنين مع التنقل. الهضاب العليا بوغازول مسيلة بوغازول تيس مسيلت اللي راح يسمح لنا به ندفعوا بعجلة النمو الاقتصادي بهذه المنطقة وتنمية الاستثمار بالإضافة إلى ضمان نقل المسافرين والبضائع في ظروف أمنة. يعتبر مشروع السكة الحديدية أحد الركائز التي تعتمد عليها الدول في جذب المستثمرين، ولعل هذا المشروع يحقق متطلبات التنمية المستدامة في الولايات الداخلية.